تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. رحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، واليوم مخرجنا الأستاذ وائل قواسمة. وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الأرقام التالية 6005514414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم رح نتحدث، بما أن احنا اقتربنا من موسم السفر والصيف، رح نتحدث عن بعض الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسفر، إلى جانب رح نتحدث اليوم عن قسم جدا مهم في مستشفى دبي اللي هو قسم الجراحة العامة وعمليات السمنة. بس قبل ما ننتقل للمواضيع اللي تحدثنا عنها، بنعطيكم خبرنا لليوم. يقول: باحثون يحددون بروتينات تتنبأ بالزهايمر قبل ظهور الأعراض. أظهرت دراسة جديدة أن تطور الخرف غالبا بسبب مرض الزهايمر يرتبط بمستويات غير طبيعية في الدم لعشرات البروتينات قبل 5 سنوات، ولم يعرف من قبل أن معظم هذه البروتينات مرتبطة بالخرف، ما يشير إلى أهداف جديدة للعلاجات الوقائية. وتستند النتائج إلى تحليلات جديدة لعينات دم لأكثر من 10,000 شخص في منتصف العمر أو كبار السن، أخذوا عينات وخزنوها من خلال دراسات واسعة النطاق منذ عقود كجزء من دراسة مستمرة. وربط الباحثون في كلية جون هوبكنز بلومينج للصحة العامة مستويات غير طبيعية في الدم من 38 بروتين بزيادة مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر في غضون 5 سنوات. ومن بين هذه البروتينات 38، بدأ أن 16 بروتين تنبأت بخطر الإصابة بمرض الزهايمر قبل 2 عقد من الزمن. وعلى الرغم من أن معظم علامات الخطر هذه قد تكون مجرد منتجات ثانوية عرضية لعملية المرض البطيئة التي تؤدي إلى مرض الزهايمر، فقد أشار التحليل إلى أن مستويات عالية من بروتين واحد SVEPI كمساهم سببي محتمل في عملية المرض. ويقول كبير مؤلفي الدراسة جوزيف كورش اللي عنده دكتوراه في الطب، وأستاذ جورج دبليو كومستيك اللي عنده اللي هو عالم وبائيات أمريكي في قسم علم الأوبئة في كلية جون هوبكنز، هذا هو التحليل الأكثر شمولا من نوعه حتى الآن، وهو يلقي الضوء على مسارات بيولوجية متعددة مرتبطة بمرض الزهايمر. وهذا كان خبرنا لليوم. ومن خبرنا ننتقل إلى أسمى الجناح اللي صرنا كلنا متعودين عليها وعلى آخر مستجداتها في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمى. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة هند، عليكم وعليكم مستمعي إذاعة نور دبي. خميسك ونيس أسمى. خميسكم مسعد يا رب. نتمنى من ضمن الأشياء اللي دائما نقولها للأشخاص يوم الخميس أن وايد مهم التزام بالإجراءات الوقائية، خصوصا في الطلعات اللي نسويها واليمعات ويمكن الاحتفالات اللي نحن نسويها، وايد مهم أن نحن نكون ملتزمين بالإجراءات الوقائية. والأهم من هذا نتذكر أن
التجمعات مثل الحفلات الصغيره او الحفلات الفنادق لازم الاشخاص يكونوا ماخذين التطعيم. المعلومه الثانيه، نحن موجودين لمده 3 ايام، اليوم ويوم الجمعه ويوم السبت، موجودين في منطقه ذبيج. دائما يسالونا عن الاشخاص وين مكان حفله التبرع بالدم. حفله التبرع بالدم راح تكون موجوده اليوم ويوم الاربع، سوري اليوم الخميس في الجمعه والسبت، موجودين في منطقة ذبيج من الساعة 5 إلى الساعة 10. وهذا نحن نسوي ضمن حملة أفضل هدية إنقاذ الحياة، اللي نحن يعني بالتعاون مع دبي هولدينغ. أيضا من ضمن الأشياء اللي دائما يسألوننا بخصوص المواعيد، المواعيد كلها تكون عن طريق تطبيق هيئة الصحة اللي هو DHAR. ممكن الأشخاص يأخذون الموعد من خلال التطبيق. الأشخاص اللي مثلا ما عندهم الأسجل الطبي ممكن يتواصلون معنا أو يدخلون موقعنا الإلكتروني وبيحصلون رابط خاص أنهم يقدرون يأخذون يعني ينشئون سجل طبي عشان يقدرون يدخلون التطبيق، أو إذا كان عندهم UAE Pass ممكن يدخلون التطبيق كذلك من UAE Pass. يعني في أكثر من طريقة يدخلون فيها التطبيق. أيضا من ضمن الأشياء المهمة أن نحن يعني دائما يسألون هل مراكز التطعيم تشتغل في الويكند؟ مراكز التطعيم تشتغل طول الأسبوع، لكن لازم يكون هناك موعد مسبق بالطريقة اللي الحين قلنا عنها. تقريبا هالأشياء اللي الحين كنا بنأكد عليها. يوم الخميس نتمنى لهم الصحة والسعادة وعطلة نهاية أسبوع سعيدة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا أسماء الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا الأعزاء، إذا كنتوا حابين تساهمون في حملة التبرع في الدم، لا تنسون أنكم تتواجدون في منطقة دبيج مثل ما قالت أسماء، اليوم مباشر واللي عقبة. تبرعكم بالدم ينقذ العديد من الأشخاص، وهذه أفضل هدية ممكن أنتم تقدمونها عشان تنقذون حياة الآخرين. وبعد مستمعين الأعزاء، أنا مثل ما قالت أسماء، جميع المواعيد للقاحات تأخذونها عن طريق إما تتصلون في مركز اتصالنا الموحد أو تدخلون في تطبيق هيئة الصحة في دبي. اللقاح هي إحدى المفاتيح الجدا الرئيسية عشان إحنا نتجاوز جائحة كوفيد-19 وندخل في مرحلة التعافي وما بعد الجائحة. إحنا جدا مركزين على الفئات الأكثر عرضة للتعرض بمضاعفات هذا المرض. هم وايد مهم عنا أنهم يكونون من أوائل الأشخاص اللي يحصلون على هذا اللقاح. طبعا الحين أتوقع أغلبيتهم حصلوا على اللقاح، لكن إذا كان في شخص منهم ما زال متردد لازم هو يبادر وياخذ موعد لهذا اللقاح، لأن هذا اللقاح سوف يساهم بشكل كبير في حفاظه على صحته، وأيضا سوف يساهم في مكافحتنا لهذه الجائحة. فاللي ما بادر بأخذ الموعد للقاحة اليوم على طول ياخذ موعد. تختار المكان اللي يناسبك، الوقت اللي يناسبك. وبعد الباقيين وباقي أفراد المجتمع، جدا مهم أن إحنا نبادر بأخذ مواعيد للقاحات. وبعد في نفس الوقت ما ننسى أن إحنا ما زال علينا نلتزم بإجراءاتنا الاحترازية الأخرى، من لبسنا للكمام، حفاظنا على نظافة إيدينا، وحفاظنا على التباعد الجسدي طوال الوقت. هذه كانت آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل بنتحدث عن المزيد من الإجراءات الاحترازية ولكن أثناء السفر. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء عبر الأرقام التالية 6005 551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006.
مع قرب حلول موسم السفر اليوم بنبدأ شوي مستمعينا الأعزاء نتحدث عن الإرشادات العلمية والطبية المتعلقة بالجانب الوقائي وحماية الصحة العامة للأفراد أثناء رحلات السفر، واللي لازم الحين كلنا شوي شوي نبدأ نعرف عمارنا عليها ونعرفها. وعشان نتحدث عن الإجراءات والتدابير الاحترازية يسعدنا اليوم أن نستضيف معانا عبر الهاتف الدكتورة هناء سلام أخصائي الطب الوقائي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة هنا. أهلين، صباح النور دكتورة. دكتورة هنا لو شوية نبدأ نتحدث عن موسم السفر بداية، كيف إحنا نقدر نخطط للسفر من جانب الاحتياطات الصحية؟ طيب إحنا إن شاء الله تعالى الأوضاع على ترجع تدريجيا لطبيعتها. فإحنا لما نخطط للسفر بدنا نشوف إحنا ناويين نسافر بالسيارة ولا ناويين نسافر بالطيارة، ولا يعني لأنه في أوقات ممكن نسافر بالطيارة وبعد هيك نكمل يعني ننزل بالطيارة ونستخدم السيارة في التنقل الداخلي. صحيح. فإحنا لازم نكون نعرف قبل ما الوجهة اللي إحنا رايحينها معدل السلامة، معدل السلامة اللي موجودة فيها بخصوص كورونا قديش نسبة الحالات اللي فيها، هل إنه إحنا جايين من طالعين من دولة الإمارات ورايحين لهم، هل إنه يطبق علينا شروط خاصة يعني يشترط التطعيم، يشترط مع التطعيم الفحص ولا لا، هل إنه عندهم شروط اللي هي الحجر 10 أيام عند الوصول ولا لا، نفس المكان اللي إحنا رايحين هل بيوفر لنا نسبة كويسة من الأمن والأمان سواء الفندق أو السكن اللي إحنا حننزل فيه. فهذه من الأشياء اللي إحنا بدنا نتأكد منها. طبعا إذا مسافرين بالسيارة فالواحد يكون مجهز حاله إنه سفر السيارات يحاول بقدر الإمكان إنه يقلل الوقفات في المحطات، لأنه من ناحية التعقيم والنظافة الأيام هذه لازم الواحد يكون منتبه جدا إلها. صحيح. يحاول الشخص يكون ماخذ معه الأشياء الأساسية اللي هو محتاجها، بحيث إنه يعني بما فيها اللي هي المعقم المطهر، بحيث إنه أي حدا استلم مثلا الكريدت كارد ينطه وراء، استلم يعني مسك سيارته أو مسك حاجة ينظف وراء. نفس الشيء ينطبق على السفر في بالطيارة. احنا بنكون قاعدين بالكرسي احنا مش عارفين مين اللي قاعدين حوالينا. صحيح. والله يعزكم دورات المياه احنا مش عارفين مين دخل قبلنا وكيف الوضع اللي فيها، فلازم نكون معانا المعقم، انا نحرص دائما على نظافة الايدين، نحاول بقدر الامكان نتجنب ملامسة اليدين للوجه، ارتداء الكمامة شيء اساسي في كل الرحله هذه. الاشياء الثانيه اللي احنا محتاجين ان احنا نتاكد منها انه الاكل، المكان اللي حننزل ناكل فيه او الكافيتيريا او الاستراحه، نحاول بقدر الامكان الطاوله انه احنا ننظفها، نستخدم الاشياء اللي هي تكون ديسبوزبل اكثر، اساس ما يتمش نقل العدوى لك من اي شخص ثاني. حاول بقدر الإمكان أنك تنظف إيديك قبل وبعد الأكل أو قبل أو بعد استخدام أي حاجة، وخلي معقمك معك. طبعا التطعيم إشي أصبح الإيتم توجه الناس، غالبية الدول الإيتم متوجهة أنه الشخص المحصن القيود اللي عليه بتكون أقل، بس حتى الآن ما فيش كلام إنه إحنا حنشيل الكمامات، الكمامات لسه موجودة، ما حدش تحدث عن رفع الكمامات. بالنسبة للأطفال نتأكد إنه إحنا دائما نحافظ، لأنه الأطفال ما شاء الله عليهم كثيرين الحركة، يعني نتأكد إن أنت دائما كل ما يمسك طفل حاجة تعقم إيديه، تخليك مركز في إيش هو بيستخدم، علمه ما ياخد أشياء من ناس هو ما بيعرفها لأنه مش عارف إيش الحاجة اللي هم أخذها. صحيح. هذا بخصوص وقاية من منطلق اللي إحنا اللي عايشين فيه في الفترة الحالية اللي هي تبعت كوفيد. بس في حاجة ثانية كمان لازم نخلي بالنا منها، إنه إحنا لازم نشرب كميات مية كفاية، إذا إحنا رايحين على أماكن فيها شمس زيادة، فيها حر زيادة، فلازم الواحد يعوض السوائل ما يصاب بضربة شمس. ناخد معنا واقي شمس.
إذا المناطق اللي إحنا رايحينها تتطلب تطعيمات أخرى غير الكوفيد، يعني إذا رايحين مكان على الحزام الدول اللي هي المعروفة بالحمى الصفراء أو محتاجين تطعيم الحمى الصفراء، محتاجين أي نوع آخر من التطعيمات على حسب المكان اللي إحنا رايحينه. هذا كمان من ضمن التخطيط اللي إحنا بدنا نخططه. إحنا مش فقط نفكر في كوفيد، في هناك أيضا أمراض أخرى لازم إحنا دايما نحط في بالنا أيضا دكتورة. صحيح إحنا لازم نفكر في إجراءاتنا مثل ما قلتي الخاصة بكوفيد، لكن هناك أيضا في أمور أخرى وأمراض أخرى لازم إحنا بعد ندير بالنا عليها أثناء سفرنا. بالضبط دكتورة، والواحد كمان يخلي باله إنه الأكل اللي بده يأكله يكون طازة، ما يعني يتجنب الأشياء النية، ومن مطاعم تكون معروفة وأكلها نظيف أساس، يعني لا قدر الله التسمم الغذائي، نزلات المعوية، الأشياء اللي زي هذه برضه تصاب، يعني مكانات موجودة من قبل الكوفيد، ويعني وجوده غير وجود الكوفيد موجودة، يعني إنه الواحد يخلي بقى يعني ما يركز على موضوع الكوفيد لحاله وينسى الأشياء الثانية. فلازم إنه يعمل في تخطيطه احتياطاته شاملة لكل الأشياء اللي ممكن إنها تواجهه في الرحلة هذه. صحيح. وشو عن الإجراءات اللي تعزز الصحة أثناء السفر دكتورة؟ هل هناك أهمية نحن نراعي هذه الإجراءات أم لا؟ أكيد طبعا إجراءات تعزيز الصحة هذه إشي أساسي، يعني حكاية اللي لازم أي مسافر صغير كبير وخاصة الكبار في السن إذا طالعين معانا لازم نتأكد إنه هم يعني الوقاية تبعتهم النظافة بشكل أساسي، استخدام الكمامة على طول الوقت المعقم. طيب نحاول إن إحنا نتجنب الحشود بالأماكن الزحمة. صحيح. طيب لأنه في كل ما زادت الزحمة كل ما زاد انتقال المرض في الوقت الحالي. التباعد الجسدي بمعنى آخر، الحفلات، يعني عارفة أماكن التسوق إذا حس الواحد إنها زحمة كثير ما يحاول يروح في الأوقات اللي أقل ذروة فيها. صحيح، أو المحلات الأقل زحمة. أنا دائما أقول لهم إذا شفتوا المكان وايد مزدحم غيروا وجهتكم وروحوا لمكان أقل ازدحاما ورجعوا للمكان هذا لما تخف عليه الزحمة مثلا. بالضبط. عارفة دكتور أنت الناس بتحب إنها تسافر عشان تتسوق. صحيح. فإنه أوكي التسوق في الوقت اللي ما بكونش فيه كمية الناس كثيرة. صحيح. أساس إنه صحتك في الأول في الآخر هي مسؤوليتك أنت، أنت اللي يعني أنت ماخذها معاك وإن شاء الله بترجع فيها بالسلامة. صحيح. فهذه هي النقطة. في دول هالإيطار صارت تشترط إنه يكون عندك تأمين صحي، يعني بحيث إنه لا قدر الله لو تعبت أو حاجة يكون تقدر إنك تتعالج عندهم. صحيح. فهذه من الحاجات الواحد كمان لازم يخلي باله منها عند السفر. وشو عن بعد السفر دكتورة؟ الحين هم خلصوا سفرتهم ورجعوا، هل في هناك نصايح لما بعد السفر؟ هلا لما بنرجع بالسلامة إن شاء الله تعالى، إحنا حتى الآن مطبق الفحص اللي هو البي سي آر في المطار للناس اللي جاية من برا، حيث إنه الواحد يطمئن إنه هو ما أخذش أي يعني لم يصاب بكوفيد هو برا. حتى لو في ناس ممكن تصاب ما يطلع عليهم أعراض، فإحنا بالعادة لما بيجي الشخص بنعمل الفحص وبنقول له ارتاح لحد ما تطلع النتيجة. فحتى لو النتيجة طلعت سلبية وانت ما في داعي انك تطلع، يعني ما كانش في مثلا وراك دوام، ما كانش في وراك اشي ضروري انك تروح تعمل، وحاول انك تضايل اول اسبوع هيك، يعني حد الحركة تبعتك، لانه ممكن اول ما بترجع ما بيكونش بادية الاعراض بس بعد هيك تبدأ تطلع عليك الاعراض. حاول انك تقلل اختلاطك في الناس على القليل اول 5 أيام. لما بترجع في فحوصات ما بعد العودة من السفر اللي هي تخص إذا كان إذا في تطعيمات أخذتها قبل وبعد هيك تحتاج تكملها بعد ما ترجع، في تحاليل، في حاجات حسب المكان اللي أنت رايح. حاول الشخص إنه هو مش المحافظة على صحته، المحافظة على إذا كان معك، نرجع بنقول إذا كان معك اللي هم الناس الكبار في السن أو الأطفال الصغار، هذولا لازم يكون معك الأدوية، يعني الشخص الكبير في السن اللي رايح يكون معه كمية دواء
كافية لإله فترة السفر هذه عشان ما ينقطع من دوام. صحيح. إذا معك أطفال وعندهم لا قدر الله زي سكر أو حاجة زي هيك لازم تحافظ على نقل إبر الإنسولين إلهم في درجات محددة حتى ما يكتر معك في الطريق. صحيح. الأدوية تكون كافية لإلك وإنت موجود. لما تصل حاول إنه أنت إذا أوضاعك مستقرة وما في أي مشاكل عندك خير، إذا حسيت إنه في أي مشاكل توجه إلى أقرب مركز صحي إن شاء الله تعالى يتم إجراء الفحص المناسب. دكتورة هنا سلامة أخصائي الطب الوقائي في هيئة الصحة في دبي، شكرا على وقتك الثمين والمعلومات الجدا قيمة اللي أعطيتينا إياها، يعطيك ألف عافية. كانت معانا الدكتورة هنا سلامة وحدثتنا عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد وغير كوفيد أثناء سفرنا. مستمعين الأعزاء بنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل راح نتحدث عن قسم الجراحة العامة وجراحات السمنة في مستشفى دبي. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل دكتورة هنا حدثتنا عن الإجراءات الاحترازية أثناء فترة السفر. أنا حابة فقط أضيف بعض النقاط الخاصة بالإجراءات الخاصة بكوفيد 19 أثناء سفرنا. مستمعين الأعزاء، القوانين دائما في تغير وكل يوم في قانون خاص بإجراءات السفر وكل دولة لها إجراءاتها المعينة، فإحنا أثناء تخطيطنا لرحلة السفر جدا مهم ان احنا نكون على علم تام باخر التحديثات الصادرة من الدولة ومن ايضا الدولة اللي احنا رايحين لها. لازم نعرف شو هي المتطلبات والاجراءات اللي هم راح يتبعونها الخاصة بالكوفيد 19، سواء كان اجراءات القوانين الخاصة بالتطعيم، الفحوصات المطلوبة انك انت تسويها، شو الفحوصات اللي راح تتسوي والك يوم بتوصل هناك، وشو هي أيضا شروط الحجر اللي هم راح يتبعونه، هل هناك حجر صحي أو هناك ما في حجر صحي. لازم أنتوا تكونون على علم تام بكل التحديثات الصادرة من الدولة اللي بتزورونها إلى جانب الإجراءات الخاصة بالدولة هني بعد. ومن حديثنا عن السفر ننتقل إلى قسم جدا مهم في مستشفى دبي، قسم الجراحة العامة. مستمعين الأعزاء، نواصل حديثنا عن نمط الغذاء المعتاد لما بعد شهر رمضان وكيف إحنا نتدرج في العودة هذه من دون مشاكل، وكيف نتخلص من الأنماط الغذائية الغير سليمة، وكل الاستفسارات والتساؤلات اليوم بنطرحها على ضيف حلقتنا لليوم الدكتور زيد عبد العزيز، استشاري طب السمنة في قسم الجراحة العامة في مستشفى دبي. صباح الخير دكتور زيد. يا صباح النور بيكو مستمعينك. بداية دكتور، نتحدث عن مستوى الإمكانيات والتجهيزات اللي وفرتها هيئة الصحة في دبي في قسم الجراحة العامة وعمليات السمنة في المستشفى. والله في شروط لعمليات السمنة عشان في هالمستشفيات اللي نبدأ فيها العمليات السمنة، فهيئة الصحة دعمتنا بتجهيزات على مستوى عالي، فوفرتنا يعني بدينا نحن تقريبا من 9 سنين، فوفرتنا في البداية للطبيب الزائر لفترة، فطبعا دعمتنا بالطبيب الزائر. فاللي بغيت أقوله إن أهم شيء اللي في العمليات السمنة يكون الجراح نفسه، لأن لازم يكون عنده دراية كافية في عمليات المناظير والسمنة، لأن العمليات المناظير تختلف عن عمليات المناظير بالسمنة يعني.
عرفتي كيف؟ فعمليات المناظير العادية ممكن الزايدة والمرارة، لكن عمليات السمنة لأن المريض يكون بحجم كبير وكمية الدهون الزايدة عنده. وشيء ثاني، الطبيب الجراح نفسه يكون عنده دراية كافية، مش عملية واحدة مثل قص معدة، لا يكون عنده يعرف أكثر من عملية تحويل مسار، عشان لو سبحان الله استوى أي مضاعفة هو في العمليات يقدر يغير أو يعدل من المضاعفة هاي. شيء ثاني، المحتاجين إلى القسم التخدير والعناية المركزة، فالهيئة يعني دعمتنا بالأجهزة الحديثة في هالقسمين وبالأطباء اللي على مستواهم عالي جدا، لأن أنت عندك المريض يختلف عن أي مريض ثاني على حسب وزنه والدهون الكمية الزايدة. صحيح. ومع الأمراض الملازمة متلازمة مثل الأمراض الجهاز التنفسي والسكر فلازم يكون المركز هذا يكون عنده دراية كافية. بعدين كان الدعم الكبير في تجهيز غرف العمليات مثل غرفة الطاولة اللي هي اللي تشيل المريض، لأن المريض يكون حجمه غير. وشيء ثاني، الأدوات المستخدمة مثل تكون معتمدة وآمنة مثل الدباسة، لأن هي تكون غالية ومن شركات عالمية. الشيء الأخير اللي هو الدعم الكبير من بعد العملية، الأدوية والمكملات التغذية. فعموما العمليات السمنة تكون مكلفة، فكان دعم كبير لهيئة الصحة. يعني ما شاء الله الإمكانيات والتجهيزات يعني على أفضل ما يكون، ومثل ما قلت دكتور هي منظومة متكاملة، مش فقط قسم واحد فقط يعني يدير هذا الشيء، ولكن هي عبارة عن منظومة كاملة من القسم والأطباء الموجودين والأجهزة، إلى جانب الأقسام الثانية اللي بتقدم أيضا الدعم الخاص بعمليات السمنة هذه. طيب دكتور، نتحدث عن الخدمات اللي يوفرها القسم عندكم. والله نفس السمنة يعني عندنا عيادة اللي هي يوم الخميس، ومن خلال هاي العيادة نحن نقيم المريض هل المريض يحتاج إلى العملية أو لا، أو ممكن نحوله إلى التغذية، فيكون لازم عنده وزن مثالي لها العمليات، فيقيم في هالعيادة. يعني بداية تاني عندكم العيادة ويدخل في عملية التقييم، وهي مش يعني الكثير يتحرى أنه خلاص أنا اليوم بي المستشفى اليوم بتسووا لي العملية، الموضوع مو بكذي، هو العبارة الموضوع يعني عن إجراءات ما قبل دخولك لغرفة العمليات. الطبيب لازم يتأكد منك أنت مستوفي للمعايير والشروط، وأن أنت صحتك تسمح أيضا أن العملية اللي تناسبك، يعني هي عبارة عن آلية اختيار دكتور، صحيح؟ صحيح. إن نقيم المريض إن على حسب الكتلة إنه هل يحتاج العملية، إذا يحتاج العملية في يتم اختيار العملية على حسب الكتلة، هل المريض عنده ارتجاع، هل المريض عنده أمراض المتلازمة مثل السكر والضغط، لأن العملية هني تختلف. صحيح. يعني المريض اللي مثلا يحب أكل السكريات والهذا ممكن قص المعدة ما تفيده، أيوة. لأن يمكن ينزل وزن، لكن إذا محتاج مثلا ينزل 40 أو 50 كيلو يمكن ينزل 20 أو 30، لكن ما ينزل الوزن الطبيعي اللي يوصله. صحيح. فلازم هني الطبيب يقرر أنه يسوي عملية تحويل مسار، فيتم تقييمه، ومن بعدها يتحول إلى أقسام الثانية مثل التغذية. لازم قبل العملية ينزل وزن يتعود خلاص على أنه نوع من الأكل اللي يأكله، وبعدين طبعا يروح للقسم النفسي تيلسيا دكتورة وفاهم معاه على كل الأمور اللي بتستوي له من قبل العملية وما بعد العملية. هل في شروط معينة دكتور لازم هم يستوفونها؟ عطنا مثال على هذه الشروط. إذا كان مثلا هو يعني كتلته 40، نحن العمليات نبدأها إذا كان المريض كتلته 40 أو ما قريب من 40، أو
كتلتها 35 مع الأمراض السكر والضغط والأمراض النوم يعني كيف هذا أهم شيء من هذا إنه أنت تقيمين المريض شو المريض شو يحتاج من العملية، هل يحتاج إلى قص إلى تحويل أو التحويل لها أنواع. فإذا العملية الأولى هي الأساسية، إذا أنت سويتي له العملية يعني ممكن ينزل للنزول المطلوب يعني. صحيح. لكن لو ان احنا غيرنا العمليه ممكن ما ينزل فاهم شيء هذا. وبعدين شيء ثاني ان لازم يواصل مع الطبيب مال قسم التغذيه والرياضه، هالاشياء المهمه جدا للمريض. يعني هذه يعني كيف الواحد يحافظ على وزنه بعد العمليه؟ يعني انت قلت يتابع مع الطبيب التغذيه، هل عمليات المذكورة مثل القف وتحويل المسار ممكن الوزن المريض يعني يرجع إلى سمنته الطبيعية أو قريب منها؟ هذه المعلومة الكثير ما يعرفها. والله نحن شرحنا في العيادة من 20% إلى 30% في عمليات إلى 35%. فدائما نحن نقول لهم إن بعد العملية أهم شيء إن قسم التغذية أنتوا تتواصلون معه مع الرياضة. لأن المريض للأسف يقول أنا أكل شوية بس الأكل شوي اللي يأكله سعراته فيها أعلى من ما يأكل كمية كبيرة يعني أو إنه يعني فلازم يكون متواصل مع قسم التغذية ورياضة. يعني هو عبارة عن حتى يعني العملية هذه تساعد في النزول للوزن، لكن عشان أنت تحافظ على هذا النزول لازم أنت تستمر باتباع نمط حياة صحي. في نهاية المطاف النمط الحياة الصحي هو الشيء الدائم والمستدام لك. العملية هي عبارة عن إجراء مساعد، وكثير من الأوقات تنقذ حياة الأشخاص خصوصا إذا كانت عندهم سمنة جدا مفرطة وأمراض مزمنة خطيرة. فهي عبارة عن عامل مساعد وليس العامل الوحيد. فدائما يعني الكثير من الأشخاص ينسون أنهم لازم في نهاية المطاف يلتزمون بنمط الحياة الصحي بالأكل الصحي والرياضة وما غير ذلك. دكتور، هل هناك حالات معينة يضطر فيها الشخص يكرر عملية السمنة هذه؟ للأسف مثل ما قلت يعني حتى ل 35% المريض إذا ما يعني مشى بالطريقة الصحيحة ممكن يرد ويرجع إلى وزنه ونضطر إلى عملية نسوي له عملية ثانية. فاختيار العمليات مثلا عادة كيف نختار العملية اللي هي أو شو اللي موجود إن تصغير المعدة مثل قص معدة والكرمشة إن يكون الهدف منها قلة الأكل اللي يأكل المريض. صحيح. والعملية الثانية اللي هي تصغير المعدة مع قلة الامتصاص والأكل والهضم. فإذا كنا مسوين عملية اللي هي تصغير المعدة، العملية الثانية يفضل أن تكون عملية تصغير المعدة وقلة الامتصاص اللي هي تحويل مسار وتحويل المسار المصغر وساعدي ولها العمليات الثانية. طيب دكتور، هل في من نصائح أخيرة حاب تقولها دكتور بخصوص عمليات السمنة؟ والله نصيحة للمستمعين يعني لأن مضاعفات ساعات تتكرر أن لازم يتم يختار مستشفى المناسب. نحن الحمد لله المستشفيات موجودة عندنا. شيء ثاني الجراح النفسي مثل ما قلت. شيء ثالث أنه لازم يلتزم مثل ما قلتي بالأشياء اللي هي التغذية والرياضة، لازم يلتزم بهالأشياء عشان ما يتكرر مرة ثانية. لأن السمنة يعني شوفي الأمراض اللي تعرفينها سببها كلها السمنة، من حتى الأمراض الأورام السرطانية. مو بأنا أقول هاي الإحصائيات اللي موجودة ودراسات. الأكل الصحي أهم شيء يعني الواحد. طيب دكتور، وشو عن الطبيب الزائر؟ يعني كيف الواحد يقدر يحصل على موعد مع الإمكانية هذه؟ كيف البروسيس؟ كنا نيب أول بس الحين نحن بنفسنا نسوي هالعمليات يعني. لكن نحن عنا بمستشفى دبي عنا في الشهر مرة يتم مناقشة حوالي 25
وعشرين دولة حتى اليوم عندنا اليوم ساعة 8 المساء يعني نناقش فيها حالاتنا، هم يناقشون حالاتنا ونشوف شو اللي نحن سوينا في شو شو العملية لازم تسوى مرة ثانية نسميها نحن بريا لينك. هاي تكون في شهر مرة نحن نسويها مع أطباء من 25 دولة يعني تقريبا. طيب اللي يبغي يحصل على الخدمة هذه، خدمة عيادة السمنة، هل من في إجراء معين لازم يتبعونه ولا فقط يتصل في رقمنا الموحد ويأخذ موعد؟ ممكن يتصل في رقم الموحد ويأخذ موعد في عيادة السمنة اللي هي يوم الخميس. دكتور زيد عبد العزيز، استشاري طب السمنة في قسم الجراحة العامة في مستشفى دبي، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. كان معانا الدكتور زيد وحدثنا عن عمليات السمنة والخدمة اللي تقدمها اللي يقدمها مستشفى دبي من إمكانيات وتجهيزات. نلخص الكلام اللي قال الدكتور، عمليات السمنة هي عبارة عن منظومة متكاملة ما بين المريض والطاقم الطبي، هو مش عبارة عن مجهود قسم واحد ولكن هو عبارة عن مجهود من عدة أقسام وعدة عناصر مهمة. المريض هو أيضا العنصر الرئيسي في هذه المنظومة، جدا مهم أن الشخص يحط في باله أن هذه العملية قد تساعد بشكل كبير في إنقاص العديد من الكيلوغرامات من وزنك، لكن في نهاية المطاف يجب عليك أنك أنت تتبنى نمط حياة صحي، الغذاء المناسب، لازم تعرف بالضبط الطريقة الصحيحة في الوجبات اللي تتناولها، لأنه قال الدكتور في احتمالية ما بين 20 حتى 35% من الأشخاص اللي سووا هذه العمليات يرجع وزنهم بنسبة قليلة أو كبيرة، لذلك من المهم جدا أنك أنت تعرف الطريقة الصحيحة في غذائك الصحي. يجب عليك أنك أنت أيضا تتبنى وتدخل التمارين الرياضية والنشاط البدني من ضمن حياتك، فلذلك العملية بتساهم بنسبة كبيرة في انقاص وزنك، ولكن عشان انت تحافظ على هذا الوزن اللي فقدته وايضا تحافظ على صحتك وسلامتك، يجب عليك انك انت تتبنى بنمط حياة صحي عشان هذه النتيجة تستمر معك سنين عديدة. وايضا الدكتور قال انه يجب عليك انك انت تختار المكان الصحيح عشان أنت تسوي هذه العمليات. هذه الخدمة احنا نوفرها في هيئة الصحة في دبي، مستشفى دبي عنده أحدث التجهيزات وأحدث الإمكانيات لعمل هذه النوع من العمليات. وايد مهم أنك أنت تختار المكان اللي تسوي فيه هذه العملية، لأن هي تعتبر عملية جدا مهمة وجدا كبيرة، لذلك اختيارك للمكان اللي تسويه يساهم بشكل كبير في نجاح هذه العملية. وإذا أنتم كنتوا حابين تحصلون على استشارة أو حابين أنكم أنتم تفكرين تسوون هذه العملية، بإمكانكم أنتم تتصلون على رقم اتصالنا الموحد 8342 وتطلبون موعد في عيادات السمنة، وهناك الطبيب بيقعد معك جلسة استشارة ويقدر يقيم حالتك ويختار العملية اللي تناسبك، وأيضا يعطيك التفاصيل ويرد على كافة استفساراتك اللي أنت يعني تدور في بالك. هذه كانت فقرتنا لليوم عن خدمات قسم الجراحة العامة، وحدثنا عن عمليات السمنة اللي يقوم بها القسم. مستمعينا الأعزاء، في الدقائق الأخيرة قبل ما نختم برنامجنا نرد نذكركم ببعض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد 19. احنا ما زلنا نكافح هذه الجائحة، ما زال علينا ان احنا نقوم بالالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية. صحيح ان
العديد من صارت العديد من التحديثات لبعض الإجراءات الاحترازية الخاصة بفعالياتنا وأنشطتنا، سمحوا لنا بالحفلات الأعراس بحد أقصى لـ100 شخص، الطاقة الاستيعابية لبعض الأنشطة والمرافق الترفيهية شوي زادت، لكن جدا مهم إن إحنا ما ننسى الإجراءات الأساسية اللي الكل صار يعرفها، بس إحنا دائما نقول نحب نعيد ونزيد عليكم فيها، لأن إحنا كلنا مسؤولين عن صحة وسلامة نفسنا، وأيضا إحنا مسؤولين عن صحة وسلامة مجتمعنا. وايد مهم إن إحنا نلتزم بمثلثنا الذهبي في حفاظنا ووقايتنا من كوفيد، كماماتنا بالطريقة الصحيحة لازم إحنا نحرص على ارتدائها طوال فترة تواجدنا مع الآخرين، لازم نعرف أنواع الكمامات، كيف إحنا نرتدي كماماتنا، وإذا كانت هي كمامات جراحية أو كانت قماشية يجب إحنا نعرف الطريقة الصحيحة في ارتدائها وأيضا الطريقة الصحيحة في التخلص منها. أيضا النقطة الثانية، نحافظ على نظافة إيدينا طوال الوقت قدر المستطاع، سواء كان بالماء والصابون، سواء كان بالجل المعقم، وأيضا نعرف الطريقة الصحيحة في غسل اليدين. في العديد من الفيديوهات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تعلم الأشخاص أو تذكرهم بالطريقة الصحيحة في غسل اليدين وتعقيمها. أيضا جدا مهم النقطة الثالثة، أن احنا نحافظ على التباعد الجسدي بيننا وبين الآخرين طوال فترة تواجدنا مع الآخرين، جدا مهم أن احنا نلتزم بهاي الثلاث نقاط الجوهرية. في نقطة بعد أخيرة أنا حابة أقول، اللي يعاني من أي أعراض، اللي حاس نفسه عنده حمى أو بعض الأعراض، يحاول أنه يتجنب الاختلاط مع الآخرين زيادة في الاحتياط وحفاظا منه على صحة وسلامة الآخرين. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت حلقتنا لليوم، أتمنى أن احنا قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن متابعتكم لنا، شكرا لحسن استماعكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، الشكر الجزيل لإذاعة نور دبي للأستاذ إسراء الهاشمي في التنسيق والمتابعة، وكل الشكر لمخرجنا المبدع اليوم الأستاذ وائل القواسمة. هذه كانت حلقتنا لليوم، كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.